معه إلى المرتفعة التي في جبعون، لأن هناك كانت خيمة الاجتماع خيمة الله التي عملها موسى عبد الرب في البرية، وأما تابوت الله فصعده داود من قرية يعاريم. عندما هيأ له داود لأنه نصب له خيمة في أورشليم، ومذبح النحاس الذي عمله بصلئيل بن أوري بن حور، وضعه أمام مسكن الرب، وطلب إليه سليمان والجماعة، وأصعد سليمان هناك على مذبح النحاس أمام الرب الذي كان في خيمة الاجتماع، أصعد عليه 1000 محرقة. في تلك الليلة تراءى الله لسليمان وقال له: اسأل ماذا أعطيك. فقال سليمان لله: إنك قد فعلت مع داود أبي رحمة عظيمة وملكتني مكانه، فالآن أيها الرب الإله ليثبت كلامك مع داود أبي، لأنك قد ملكتني على شعب كثير كتراب الأرض، فأعطني الآن حكمة ومعرفة لأخرج أمام هذا الشعب وأدخله، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك هذا العظيم؟ فقال الله لسليمان: من أجل أن هذا كان في قلبك ولم تسأل غنى ولا أموالا ولا كرامة ولا أنفس مبغضيك ولا سألت أياما كثيرة، بل إنما سألت لنفسك حكمة ومعرفة تحكم بهما على شعبي الذي ملكتك عليه. قد أعطيتك حكمة ومعرفة وأعطيك غنى وأموالا وكرامة لم يكن مثلها للملوك الذين قبلك، ولا يكون مثلها لمن بعدك. نصلي. أبانا السماوي، نشكرك، نمجدك، نعظمك لأجل هذه النعمة العظيمة أن لنا اتصال بيك. لما بيخترعوا اختراع جديد يسهل التوصيلات بين دول العالم، يبقى كل شوية اختراعات جديدة في التليفونات وفي الانترنت وكل الطرق، ومحدش دريان ان في اتصال بين الانسان والله، وهذا الاتصال مش بالتليفون، ده بصعود السلم اللي راسه في السماء لكنه واقف على الأرض، شخص الرب يسوع المسيح. واتصال بالعيان، اتصال بالإيمان، اتصال بكل الوسائل، لا حدود لمجد الاتصال.
لأن الروح القدس يرشدنا إلى جميع الحق، والآب يحبنا كما الابن كما الروح القدس. والابن قالها أنا معكم كل الأيام، السلم على الأرض على طول إلى أن تنتهي الأيام، ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ادينا كلمتين حلوين منك يا رب، وادينا في قلبنا شهوة طاعة كلامك وشهوة فهم كلامك، عشان لا نتخسر في شيء. كفاية لمن خسروا ده خالص. ادينا نعمة من عندك ان احنا نكون حكماء روحيين، ما نلعبش بالحماقة زي ما لعب هو. ارحمنا وتكلم إلينا ولاسمك كل المجد، آمين. قصة طبعا يعني عجيبة جدا الحقيقة ورهيبة، ويعني يعني من الحاجات اللي الواحد بيصعب عليه لما يقراها. صحيح يعني يعني أنا في داخلي كده بيصعب علي قراية داود في الغلطة بتاعته، وسليمان في النكسة دي، مش عارف ليه اتنكس برضه داود ليه اتنكس، يعني خصوصا اللي هي بالنسبة لنا احنا أو بالنسبة لنا صعب، يعني قصدي أي إنسان بشري إيه اللي عمله ده؟ قتل وبتاع. العد الشعب ما بنحسهاش إنها كبيرة، لكن عند ربنا كانت كبيرة قوي زي التانية أو يعني. المهم نيجي بقى لسليمان. وتشدد سليمان ابن داود على مملكته. ممكن نشغل واحد من التكييفات التانية يعني، شايف؟ نعم؟ واحد شغال؟ كده مستريحين يعني؟ لا ده أنا عايز أشغل أحد زيادة، شايف ناس حرانة أو حاسس بحر، براحتكم. طيب حاضر. هو اللي شغال واحد تكييف وواحد هواء، ممكن نشغل واحد تاني تكييف اللي يعجبكم كده كويسين؟ طيب لو أي حد شعر بحاجة يتكى صغيرة. شكرا. وتشدد سليمان ابن داود على مملكته. العدد الأخير في أخبار الأيام الأول 29 واللي قبليه على طول، أو مش العدد، الحدث الأخير وفاة داود. لما نيجي لملوك الأول أخيرة، ما ملوك الأول والثاني ده كانوا كتاب واحد، يعني في اليهود عند اليهود دلوقتي اسم الملوك سفر الملوك، مش أول وثاني بس اتقسم عشان يعني اللي نظموا الكتاب المقدس في العهد الجديد في الكنيسة خدوا نفس الكتب بس قسموا الملوك نصين، وسموا إيه الرخر قسموا نصين، وأخبار الأيام قسموا نصين عشان يبقى سهل شوية في قراية. نفس الأصحاحات دي برضو اتعملت بعدين عشان تسهل قراية الكتاب. ما فيش كتاب مقدس حاجة غير الموجود عند اليهود، هو بالضبط عند اليهود هما، بس للأسف الكنيسة اللي هي بعدت عن ربنا الأولانية خلاص دي أضافوا بسبب سبعة مش عارف أصفار تاني خلاص، غريبة جدا يعني. وبعدين ربنا يرحم دول مش موجودين في عند اليهود خالص، سبعة دول مش موجودين عند اليهود. وفاكر آخر مرة جه هنا الدكتور صفت الباضي الرئيس السابق للكنيسة، فيش رئيس كنيسة إنجلية، رئيس طائفة الإنجلية، رئيس كنيسة واحد بس فوق في السماء. فالبابا اعتذر له قال له احنا اتهمناكوا كتير ان كنتوا شلتوا الأصفار المحذوفة، لكن اتضح مش انتوا اللي حط مش انتوا ما حذفتوها، انتوا ما حذفتوهاش. ايه المعنى الكلام ده؟ يعني اكتشفوا انها مش موجودة اصلا خالص في اليهود، فيبقى حذفناها احنا ازاي؟ لكن ما قالوش مين اللي حطها يعني، وغالبا بابا ما يعرفش التاريخ زمان واحد حطها. المهم ان نجاوب الحكاية دي. فأخبار الأيام كان كتاب واحد، صموئيل كتاب واحد، ملوك كتاب واحد. النقلة بتاعة أخبار الأيام الأول 29 لأخبار الأيام الثاني 30، يعني اللي اختار إمتى ينقل كان يعني بيسهل قراية قوي. نهى الجزء الأول من أخبار الأيام بداود وحده كده، وبعدين ابتدى بسليمان.
لما يقول في العدد الأول وتشدد سليمان ابن داود، مش معنى كده ده حصل فورا بعد وفاة داود. ليه؟ لأنه لما نقرأ في ملوك نجد عدة أحداث حدثت في ملوك الأول، بين ملوك الأول وملوك الثاني، وانت هتكتشفوه على طول أول ما نقراها. بس في ملوك الأول، آخر ملوك الأول، نعم صموئيل، صموئيل مش ملوك، متأسف، صموئيل، صموئيل ال أيوه بالظبط. في ملوك الأول بنجد إن داود ما زال عايش، أخبار الأيام الأول نهايته موت داود. الأحداث اللي هي من ملوك الأول أصح واحد واثنين وثلاثة دي مش مذكورة لا في أخبار الأيام الأول ولا أخبار الأيام الثاني، لأنها يعني مش عايز الكتاب يذكرها. ليه؟ لأنه ملوك الأول وملوك الثاني هي أسفار تاريخية أكثر ما هي بتعلن رأي الرب في سبط يهوذا أو في الأسباط الثانية. الأخبار الأيام عبارة عن رأي الرب في الأمر، ففي أمور ما بحبش أذكرها. فأخبار الأيام مش مذكورة خالص، أعتقد يعني حكاية بس شبع وغيرها وغيرها، أو يعني في حاجات كثيرة مش مذكورة، هي حصلت بس مذكورة في سفر الملوك. ففي ملوك الأول هنا نقرأ الكلام، نعرف إن داود عايش وجابوا له أبيشج عشان تدفيه، وبعدين نعرف إن أدونية ارتفع قلبه ومجد نفسه وقال أنا أملك، ونعرف إنه انضم لي رئيس الجيش وانضم لي أكتر واحد رئيس كهنة مع داود اللي هو كان، وإن كان الأمر تغير بعد أبشالوم، مهم اللي هو أبيثار الكاهن، لأنه كان يعني عاصر آلام داود كلها، وابتدت المملكة حدث فيها انقسام، لأن في هنا ملك ملك أهو وداود لسه مالش مين اللي هيملك، والإشاعة السارية بين الشعب هو سليمان، لأن صدر أمر إلهي بتنصيب سليمان. فكل ده مش جاي في أخبار الأيام. اللي جاي في أخبار الأيام وتشدد سليمان ابن داود على مملكته. قبل ما يقول الكلمة دي موجودة برضو في ملوك، بس مش أصح واحد، ملوك الثاني مش أصح واحد. قبل دي حصل ثلاثة أعدموا، أو اثنين أعدموا اللي هم يؤاب، لا ثلاثة أعدموا، يؤاب وأدونية ده مزاج سليمان طبعا، داود مالش يعدمه لكن سليمان أعدمه، وكان برضو بعديها قال تثبت كان خير حكمة يعني، و جامع بن جيرة، والكاهن اللي انضم لهناك اللي هو اسمه أبي يسار افتكر اسمه مش عارف منين، المهم ده شالوا سليمان برضو دي لنبوة النبي اللي قال لعالي انك انت نسلك حيروح من الكهنوت. فلما بيقول هنا وتشدد سليمان ابن داود، دلوقتي داود باي باي، متأسف داود راح، لكن دلوقتي أدونية راح ويؤاب راح وشمع بن نجير راح ومفيش بيسار الكهن. أولا لأن شمعي يعني جاء باتضاع، مش اتضاع، وتذلل كامل، وجاب معاه مجموعة كبيرة من الناس من بني بنيامين، وفي مقابلته لداود أعلن خضوعه، يبقى يقتله ليه؟ لأنه يعلم أنه قلبه غير اللي بيظهره، فهو بيقول له يعني لعنني لعنة، حتى ما افتكرش قال له قتله، قال له لا تنزل شيبتي، مش فاكر بالظبط،
لكن قال له لعنني لعنة شديدة في بحوريم. وحسب ما أنا متذكر أنه ما قتلوش، لكن حطه في أورشليم وقال له تطلع، حسب ما أنا متذكر الحقيقة. صح كده؟ طبعا الأخ ميلاد مع أنه جد عيالي لكن هو في 30 من عمره. فما قتلوش، هو قال له أنت ما تطلعش من أورشليم. ليه؟ للإهانة اللي عملتها مع أبويا، ولو طلعت هقتلك. فهو تسبب في يعني إيه، خلى إرادة الله اللي هو عايز يعملها، بس زي ربنا لازم يعملها بطريقة مقبولة يعني. يعني مش ممكن واحد بيسجد لتاني يقتله، إيه هو ده؟ مش ممكن يعني، ما حدش يقدر يعملها يعني خالص. فمات بذنبه، كلهم ماتوا بذنبهم يعني. وتشدد سليمان ابن داود على مملكته وكان الرب إله معه. ده دليل ان كل اللي عمله سليمان مع الجماعة دولة كانت إرادة الله، وكل اللي أوصى به داود سليمان كان إرادة الله. وإلا ما يقولش كده كان الرب إله معه وعظمه جدا. وربنا لما يحب يعظم يا ابو دايم العمايل. قال لموسى ان الذي انا فاعله معك رهيب. ده موسى، امال معانا احنا بس نمشي ورا الرب ونطيع الرب ونشوف ربنا يعمل ايه. العدد الثاني هنا في عددين مش هنراهم، بس نأكد ان في تكوين 39:2 وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. وفي اخبار الايام اللي هو الاصحاح اللي قبليه على طول 29 وعدد 25 بيقول دي نقراها كويس. وعظم الرب سليمان جدا، ده بعد ما قعد على الكرسي، في اعين جميع اسرائيل، وجعل عليه جلالا ملكيا لم يكن على ملك قبله في اسرائيل. ده كله ده بعد ما ايه؟ بعد ما جميع الرؤساء والابطال وجميع الاولاد اولاد الملك داود خضعوا لسليمان. يعني برضه بعد ما الدنيا راح، وبعد ما يؤاب راح، وبعد ما ابيثار راح، والتاني ده راح بعد شويه مش في الاول يعني. المهم نعم 3 سنين. لأن التاني ما كانش يعني إيه خطر، بس سليمان مش قادر يطيق يعني الأب لما يكون أب محترم زي داود، ونشكر ربنا عند كل أبائنا محترمين في الكنيسة، بيبقى غالي على عياله قوي. وده عمل كده ليه؟ ده بيفتري. إذا كان أبي شاي ما طاقش عايز يقتله، بتشتم داود ليه؟ هو قتل حد من عيلة يا رجل الدماء؟ هو قتل أبوك، هو قتل شاول، ده قتل اللي قتل شاول. يا اخوي انت بتجيبت الكلام ده من فين؟ فشخص مفتري، فوجوده في المملكه هو ظان ان المملكه لازم ترجع لشاول ابن قيس، وهيشتغل فما اريح، مش اريح، ربنا عايز كده. فبنجد هنا العظمه اللي ربنا اعطاها لسليمان. وتشدد سليمان ابن داود على مملكته وكان الرب إله معه وعظمه جدا. وكلم سليمان، هنا نلاحظ سليمان في بداية حياته ماشي ورا داود بالضبط. يعني أبوه كان مثله أعلى فعلا، وشاف يعني عمل الله مع أبوه، فكان ماشي وراه بالضبط. وكلم سليمان جميع إسرائيل، رؤساء الألوف والمئات والقضاء وكل الرئيس في كل إسرائيل، رؤوس الأباء. مين دول؟ كل الكابنت بتاعت سليمان الإدارية. طبعا ملوش دعوة بالكهنوت، هو داود نده الكهنة وكل حاجة ونظمهم، هو مش هينظم خلاص، دول متنظمين. وقال لهم ساعدوا سليمان، أيوة هيساعدوه في تقديم الذبائح كده، لكن يعني دول بقى الكابنت بتوعه، دول الستاف بتاعه. وده اللي عمله داود في أخبار الأيام الأول 27. داود جمع كذا مرة الجماعة، ده اللي جمعهم في أخبار 27 اللي هم
من أول الأصحاحين. وبنو إسرائيل حسب عددهم من رؤوس الآباء ورؤوس ورؤساء الألوف والمئات وعرفاؤهم الذين يخدمون الملك، كل ذول عرفاء يعني الموظفين، ورؤوس المئات اللي هو الجيش والقضاة وكل الهيئة اللي هتساعد سليمان في الحكم جماعة، عشان ايه؟ عشان يقدموا ذبائح، كله الجماعة. فذهب سليمان وكل الجماعة معه إلى المرتفعة التي في جبعون، لأن هناك كانت خيمة الاجتماع، خيمة الله التي عملها موسى عبد الرب في البرية. ويذكرنا الكتاب المقدس هنا بحدث ربما يكون فات على البعض في أخبار الأيام الأول، لكن أنتم فاتش عليكم طبعا، أنتم عارفين اللي هو أن خيمة الاجتماع في الأيام الأخيرة لداود، وهي عمرها ما كانت في أيام داود حتة واحدة، لأن كانت تابوت موجود في قرية يعاريم، فخيمة الاجتماع ما فيهاش التابوت. ليه؟ لأن لما اتنقل بواسطة عزة مات عزة واتركن في قرية يعاريم، إلا في الأواخر لما قال ننقله، لما ننقله عمل له خيمة خاصة، ما حطوش في خيمة الاجتماع. فطول عمر حكم داود كان التابوت في حتة والخيمة في حتة. طب وايام شاول؟ ولا حد عارف التابوت فين ولا بتاع، ولا شاول راح التابوت ده خالص، ولا عارف حد هو فين، لكن ما كانش فيه لا تابوت ولا خيمة في أورشليم. كان شاول كده هو شغال كده بمزاجه اللي يخطر على باله يعمله. فبيقول بيذكرنا بقى ان ذهبوا إلى المرتفعة التي في جبعون، لأن هناك كانت خيمة الاجتماع، خيمة الله التي عملها موسى عبد الرب في البرية. وأما تابوت الله فأصعده داود من قرية عريم عندما هيئ له داود، لأنه نصب له خيمة في أورشليم. فين في أورشليم؟ نعرفنا في مدينة داود، وجنب المكان اللي هيتبني فيه الهيكل، وجنب خيمة الاجتماع، ومش بعاد عن بعض. ومذبح النحاس، مذبح ده من أهم الحاجات في خيمة الاجتماع، طبعا أهم حاجة التابوت، لكن ده أساسا أهميته في رئيس كهنة يدخل مرة في السنة بس، أهميته أنه هو الكفارة هناك والغطاء ويرش الدم على الغطاء، لكن بالنسبة للبشر أهم حاجة إيه؟ مذبح النحاس، هو اللي بيقدم عليه الذبائح، وده شغل الكهنة، دوك رئيس كهنة بس مرة في السنة في عيد الكفارة، لكن هنا الشغل بقى كله في مذبح النحاس. مذبح النحاس الذي عمله بصلئيل بن أوري بن حور وضعه أمام مسكن الرب. ايه مسكن الرب؟ دول اللي في جبعون اللي خيمة الاجتماع. وطلب اليه سليمان والجماعة. سليمان خد الجماعة اللي معاه وراح هناك قدام مذبح الرب وقدم. طب ايه المرتفعة دي؟ في ملوك الاول 3-4، ملوك الاول 3-4 يقول وسهر سليمان فرعون ملك مصر. هنا في ملاحظتين، افتكر ملاحظه هتلقطوها في ثانيه والثانيه جايز تاخد معاكوا ثانيتين. وسهر سليمان فرعون ملك مصر واخذ بنت فرعون
وأتى بها إلى مدينة داود إلى أن أكمل بناء بيته وبيت الرب وسور أورشليم حواليه، إلا أن الشعب كانوا يذبحون في المرتفعات لأنه لم يبنى بيت لاسم الرب إلى تلك الأيام. طب هو الوقت اللي بيتكلم عنه دلوقتي في ملوك الأول أصحاح 3، إيه الوقت ده؟ لما نوصل لأصحاح 1 نعرف ده الوقت اللي قتل فيه الثلاثة أربعة أيام دول، اللي هو أدونية، يمكن أدونية بعد كده، لا اتقتل برضو، اتقتل أدونية، اللي هو أدونية، وهنا شبع بن جيرة اتقتل في أصحاح 2، ويؤاب قبليه طبعا، مين الرابع ولهم بس ثلاثة، وأبي يثار اطرد، ثلاثة اتقتلوا وأبي يثار اطرد. ويقول بعديها لما جه الكلام عن شمعي وقال له الملك، قال لشمعي بن جيرة ملوك الأول 2:44، ثم قال الملك لشمعي أنت عرفت كل الشر الذي عامله، علمه قلبك الذي فعلته، يعني أنت من قلبك الشر ده، مش رايح تعتذر، ده جوه قلبك الذي فعلته، علمه قلبك الذي فعلته لداود أبي، فليرد الرب شرك على رأسك. بس ده له فرصة للنجاة، دوكها ما خدش باله، غالبا ربنا نساه عشان يتقتل. والملك سليمان يبارك وكرسي داود يكون ثابتا امام الرب جل وعلا. وامر الرب وامر الملك بناياه بن هداع اللي هو كان بدل يؤاب رئيس الجيش دلوقتي، فخرج وبطش به ومات، وتثبت الملك بيد سليمان. عشان كده بنقول هنا ايه، انه وتشدد سليمان ابن داود على مملكته، اول اصاح اخبار الايام الثاني بعد قتل الناس دي كلها. بس في بقى هنا سؤال يعني للتفاهم، يعني بدون خناق ولا حاجة، العدد الأول في أصحاح 3 ملوك الأول بيقول إيه؟ ها؟ مين؟ فرعون. هل دي حصلت يعني أول ما تشدد، ولا دي حصلت هو البيت ما اتبناش؟ فهل الجوازة دي حدثت مجرد يعني، هل حدثت هنا قبل تقديم الذبائح ولا بعد تقديم الذبائح؟ ما نعرفش، صعب نحدد. هنا تشدد سليمان بدود على مملكته وكان رب إله معه، دي تيجي على طول بعد الأصحاح 2 في الملوك الأول. أول حاجة بعد أصحاح 2 الملوك الأول، وصاهر سليمان فرعون ملك مصر، وأخذ بنت فرعون وأتى بها إلى مدينة داود. وبعدين الذبايح، ففيها إشارة أنه اتجوز الأول، واحتمال هو أصله يعني هو لسه ما ربنا ما قبلوش على أي حال، بس لما ربنا قبله ما قبلوش سيرة بنت فرعون دي. بس هو سليمان حاسس من جوه أنه غلط الجواز عشان كده لما بنى الهيكل بعدها بنى لها حاجة تاني عشان ما تبقاش مدينة داود، يعني كان حاسس بقوة بشيء من القوة الكبيرة، يعني مش حاجة عادية انه يشيل بنت فرعون من مكانها ويوديها بيت تاني خارج مدينة داود. ما ينفعش تسكن مدينة داود، طب ما اتجوزتها ليه؟ يعني في القلب حاجة وعملها سليمان. وصاهر سليمان فرعون ملك مصر، واخذ بنت فرعون واتى بها الى مدينه داود الى ان اكمل بناء بيته هو بقى خدها بيته، لكن في المدينه دي لا، ما انت مش مكانك مش هنا. طبعا حاجه في منتهى العجب، مش عارف اقول ايه. يعني هل اي حد مؤمن دلوقتي الشيطان حاطط له حته في قلبه؟ مش عارف، حاطط له سليمان حاجه اصلا، يعني اكيد مش كله، اكيد مش كله. ما نقراش عن يبولس مثلا حاجه زي كده خالص، يعني ده قلبه ليه المسيح هو الحياه، حياتي المسيح طبعا، ما فيهوش عنده الحته دي خالص. لكن نجدها بطرس لغايه لما مات كان ملوم، اخر حاجه مكتوبه عن بطرس انه ملوما. فمهم قوي راح فحص القلب صحيح، يعني
طب انت عملت دي يا سليمان، طب ما نستغربش بقى اللي هيحصل بعدين. يعني اول حاجه عملتها بعد ما مات ابوك جوزت بنت فرعون؟ انت شفت ابوك اتجوز حد من بره؟ مش انت ماشي وراه؟ اه ماشي وراه، بس صنع عظيم قوي. طبعا داود في الاول لما ملك ما كانش عظيم، ده كان حروب كبيره بينه وبين ابنير ده رئيس جيش شاول، لان هو بعد ما شاول جاب واحد ونصبه ابنه، يعني نصبه، ما كانش، كانت حروب كتير، وكان رجل دماء، وربنا اختار سليمان رجل سلام، يعني في علامه استفهام كل واحد فينا ياخدها في قلبه كده يقول له يا رب نقي قلبي. فبيقول هنا بيفسر بقى ليه سليمان راح جبعون. وسهر سليمان فرعون، ده ملوك الاول صح ثلاثة ملك مصر، واخذ بنت فرعون واتى بها الى مدينه داود الى ان اكمل بناء بيته وبيت الرب وسور اورشليم حواليه، كل ده ما كانش مبني الا ان الشعب كانوا يذبحون في المرتفعات، وده كان كل ايام داود، مش بس ايام، يعني ايام داود كانوا بيذبحوا فين؟ برضه في المرتفعات. ايه المرتفعات دي؟ يعني حاجات عاليه، هضاب عالية، جبال عالية حسب ما يقدروا يطلعوا، تلال عالية، فبيعملوا لها زي تقديس كده، ده بيت ربنا، ده مكان ربنا، حتى خيمة الاجتماع ما كانوش بيروحوها، حاجة بتطلع حاجة، ما هي خيمة الاجتماع موجودة، فاشمعنى ما تروحوش هناك؟ ما بيروحوش، يعني سامحوني ما حدش كامل، حتى أيام داود كان كده. فبيقول الشعب كانوا يذبحون في المرتفعات لأنه لم يبنى بيت لاسم الرب إلى تلك الأيام. وحب سليمان الرب سائرا في فرائض داود أبيه. حكاية فرعون دي هي كأنها كده خبر كده بس بين الأخبار. نعم ستي؟ نعم؟ آه موجودة موجودة في شوف جبعون، وقبل كده كان في شلوه، انتقلت ازاي ما لناش خبر عنها كتير، لكن هي حاليا كانت في جبعون. وفي جبعون ليه؟ نستغرب هنا يقول كده، وأحب سليمان الرب سائرا في فرائض داود أبي إلا أنه كان يذبح ويوقد في المرتفعات برضه، يعني سليمان كان بيذبح في المرتفعات. وذهب الملك إلى جبعون ليذبح هناك ليه؟ لأن هي المرتفعة العظمى، أعلى حتة في المذابح، فبيطلع فوق. يعني شوية العبادة كده وقتها من، يعني ما حدش يقدر يمسك بر كده، أهي شبه بر. فخيمة الاجتماع موجود، لكن ليه هو راح هناك سليمان؟ لأن المرتفعة العظمى، لأنه كان بيذبح على المرتفعات، الأسهل له شوية، بيعبد الله بس بطريقة إيه؟ طريقة ليست كاملة. الخيمة موجودة بس ما نعرف شو أتاكت فين، والآن الناس نسيت، في الرب ما حتى ما كتب لناش، لكن نعرف أنها كانت في شيلو، وده الاسم اللي اختارت تينا بنتها عليه، شايلو، وشايلو جريس كمان. ايه فاتن بتضحك قوي، نعمة نايمة عشان مش واخدة بالها، لكن ميلاد بيضحك لا نعمة ضحكت برضو خفيف كده على قد يعني سمعها. فالشعب ناسي الخيمة فين، وهكذا سليمان. وذهب الملك إلى جبعون ليذبح هناك. ده حصل لما جمع الألوف دي كلها، جمع ألوف إسرائيل اللي كملت بتاعته كلها، وده احنا نرجع دلوقتي هناك. وأصعد سليمان 1000 محرقة على ذلك المذبح، ده احنا نقراه تاني في أخبار الأيام التاني. بيقول وأما تابوت الله، عدد 4 صح، 1 عدد 4، وأما تابوت الله فأصعدوا داود من قرية عريم عندما هيأ له داود، لأنه نصب له خيمة في أورشليم، ومذبح النحاس الذي عمله بصل إيل ابن أوري ابن حور وضعه أمام مسكن الرب. وزي ما قلنا إن أخبار الأيام سواء الأول أو الثاني هو بيفسر رؤية الرب للأمور،
فبيقول لنا عن جبعون ان مذبح الرب هناك، لكن الملوك بيذكر التاريخ يقول لك دي المرتفعة العظمى هناك. الناس ليه بتروح جبعون؟ عشان جبعون عظمى، لكن اي مرتفعة كويس. لكن هو الرب طبعا ده المذبح اللي عمله بصل ايه لابن اوري ايام ايام موسى، وعايش لغايه ايام سليمان، وبعدين بهدلوا احاز وشالوا جبغير وعمل اعمال سودة. طيب، واصعد، احنا حاليا في اخبار الايام الثانيه صح واحد، وطلب اليه المذبح ده، طلب اليه ان راحوا له سليمان والجماعه، واصعد سليمان هناك على مذبح النحاس امام الرب الذي كان في خير. ده المنظر الروحي، التقديمات هناك رسميا. امتى الخيمة دي اقيمت في جبعون ما نعرفش. داود عمل خيمة تاني لتابوت العهد لما نقله. اصعد عليه 1000 محرقة بالضبط العدد المذكور ايه في سفر الملوك. يعني اذا الحدث بتاع بيت فرعون قبل الحكاية دي، وبعدين عمل جاب الكامنت بتوعه كلهم معرفش كم 1000 واحد، وراح للمرتفعة العظمى كانت هناك خيمة الاجتماع، ويقدم سليمان 1000 محرقة في تلك الليلة. هنا بقى نتأمل لنا فيها شوية كده، وغالبا هنكملها مرة الجاية، لأن يعني كلام كبير قوي. في تلك الليلة، الليلة اللي قدم فيها سليمان 1000 محرقة، حتى 1000 محرقة دي جابها سليمان في من أبوه لما قدم 1000 محرقة. فاكرين قبل بناء الهيكل قدم 1000 محرقة، وبعد بناء ألوف لا حصر له. فزي ما داود قدم 1000 محرقة واللي معاه كل واحد قدم 1000، هكذا سليمان قدم 1000. في تلك الليلة تراءى الله لسليمان وقال له اسأل ماذا أعطيك. هو سأل سليمان، لكن في الحقيقة ربنا أي حد يعمل خير حتى لو خاطي لازم يجزيه خير، ربنا كده. يعني فوق مش هيقدر واحد يقول له أنا عملت خير وأنت ما خدتش بالك، يقول له أمال بنتك لما اتجوزت ده كان إيه؟ لا ده أنا عايز أكتر، عايز أنت قد الخير خدت أكتر من 10 مرات. الثروة اللي جات لك دي جات لك من فين؟ الخاطئ ياخد خيرات أرضية صحيح، لكن المؤمن أساسا خيرات سماوية رهيبة، لأن ده اللي بيتوجد فوق. الخيرات الأرضية بتروح، لكن ده اللي بيتوجد فوق. الخيرات الأرضية بتريح الإنسان في دنيته، لكن الخيرات الروحية دي تكرمه جدا في أبديته. لكن ربنا يعني إيه خير جدا إذا كان بيدي الخاطي خيرات أرضية كام وكام مؤمن، خصوصا الرب وعد بذلك. قال إيه الرب؟ اطلبوا أولا، وهذه كلها إيه؟ دي حاجات حيفة عندي، خدوا بقر، خدوا غنم، خدوا ثروات، خدوا اللي انتوا عايزين، ما عنديش مشكلة فيه، بس اطلبوا أولا. ده إيه؟ دي حاجة لذيذة. هو الواحد يطلب ملكوت الله وبره أولا دي حاجة وحشة؟ دي ألذ حاجة، ألذ عيشة الإنسان يعيشها هي دي، وياخد الدنيا كلها. في تلك الليلة تراءى الله لسليمان، لكن بيقول له إيه؟ اسأل ماذا أعطيك. طب ليه ربنا عمل كده؟ عشان يدينا إحنا درس. سليمان ابن داود، طب إحنا أبناء مين؟ أبناء الله. والمسيح اسمه مين؟ ابن داود، وإحنا أبناء المسيح. فتلقائيا الدرس لينا، افهم دي كويس قوي يا انسان. صدقوني انا اعتقد انا في شخصيه من النهار شويه من ساعتين كده. بيقول ايه؟ ماذا اعطيك؟ فقال سليمان لله،
إنك قد فعلت مع داود أبي رحمة عظيمة وملكتني مكانه. فالآن أيها الرب الإله، ليثبت كلامك مع داود أبي، لأنك قد ملكتني على شعب كثير كتراب الأرض، فأعطني الآن حكمة ومعرفة لأخرج أمام هذا الشعب وأدخل، لأن من يقدر أن يحكم على شعبك هذا العظيم؟ الكلام اللي قاله سليمان، ربنا انبسط بيه قوي قوي قوي. مش بس اداله كده، اداله كل حاجة. ايه بقى كلام سليمان؟ انك قد فعلت مع داود ابي رحمة عظيمة وملكتني مكانه. وده يطابق العهد الجديد، ان الله ولدنا افتكر ثانية حسب نجل رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي. يعني ما حدش فينا كده بقى مسيحي كده عشان هو ايه، هو يعني نظيف، نظيف برا، ايوه صح، كلنا نظاف برا والناس الخطاة نظاف برا، لكن فاحص القلوب ومختبر الكلى رحمته كبيرة قوي، رحمته كبيرة قوي، لحسب رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتطهير الروح أو تقديس الروح. وده لازم يكون إحساسنا إحنا، طبعا سليمان مش حاسس بيه، لكن اعتبر أن ربنا اختاره، دي نعمة كويس أوي، وملك تاني مكانه. دي أول حاجة عجبت ربنا. فالآن أيها الرب إله، ليثبت كلامك مع داود أبي. وإحنا نرد نقول بمناسبة هذه العبارة، لتثبت دعوتك لنا للخلاص وهباتك لنا، فأعطنا حكمة لكي نستطيع أن نسلك كما تريد، زي ما طلب سليمان. هو عشان قيادة شعب، وده كان مظبوط جدا لأنه مالك على شعب، إحنا كل واحد مالك لنفسه ويربي أولاده وعايش في مجتمع، وهو لازم يؤثر في هذا المجتمع. ليثبت كلامك مع داود أبي، لأنك قد ملكتني على شعب كثير كتراب الأرض، فأعطني الآن حكمة ومعرفة لأخرج أمام هذا الشعب وأدخل، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك هذا العظيم؟ بدون حكمة ومعرفة وفهم الإنسان يتوه ويتوه لورا. رأس الحكمة إيه؟ مخافة الله. للأسف سليمان مشي فيها 20 سنة، 20 سنة بالكامل أدى بكل أمانة كل الواجب اللي عليه، وبعد كده اتجوز كل أسبوع 6. الطلب اللي طلبه سليمان عجب ربنا قوي، فقال الله لسليمان من أجل أن هذا، لاحظوا الكلمة اللي جاية بيقول له إيه، هذا إيه، ده في قلبك فعلا، أنا لما سألتك أجبت على طول، من أجل أن هذا كان في قلبك، ما فيش في قلبك حاجة تاني، ده اللي كان في قلبك ولم تسأل. وهنا السؤال بتاعنا، طب هو عيب نسأل الحاجات دي ولا إيه؟ ولم تسأل غنى ولا أموالا ولا كرامة ولا أنفس مبغضيك
ولا سألت أياما كثيرة، بل إنما سألت لنفسك حكمة ومعرفة تحكم بهما على شعبي الذي ملكتك عليه. دي العبارة الكبيرة أو الطويلة اللي قالها ربنا. إيه اللي خلى ربنا يعني يفيض على سليمان بكل الخيرات ما عدا حاجة واحدة في الآخر ما ادهلوش؟ اللي خلاه أنه هو عايز، شعر بعجزه في حكمه على هذا الشعب، شعر بضعفه وطالب حكمة وفهم ليقود هذا الشعب. أفضل مما طلب بولس الرسول. ثلاث مرات يصلي عشان إيه؟ ملاك الشيطان يسيبك ليه؟ وربنا ما ادالوش كده. قال له قوتي في الضعف تكمل. أنت لما تبقى أنت ضعيف تبقى أنت قوي، لأن أنا بعوض الضعف بتاعك. فهم بولس الحكاية دي. وقال افتخر في الضيقات وافتخر، واتقلب حاجه ثانيه خالص. هنا سليمان ما بيفتخرش بحاجه، ما هو زي بولس، ما قارنوش بولس خالص. لكن حتى عن بولس طلب الطلب اللي مش عاجب ربنا، لانه ما تصورش ان ربنا ممكن يخلي ملاك شيطان يلطمه. هو هو هو, هو انا ايه يعني؟ ايه يعني ايه بخدمك واديتنا سلطان ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو، وبعدين تبعت لي ملاك يلطمني بهدلني؟ لكن اول ما ربنا قال له فهم على طول، ما طلبش تاني خلاص. ثلاث مرات بيطلب، بعدين انتهى الموضوع بفخر كبير من الوضع اللي هو فيه بولس الرسول. وفعلا مثل كتير للناس اللي هم عندهم ضيقات سواء شيطانية ولا غير، حتى شيطانية، يعرف ان ربنا بيضعفه عشان يقويه. يعني ما فيش اطلاقا اي طلبة يعني او اي ضيق لا يفتخر فيه الانسان، او اي مشكلة لا يشكر الانسان الرب عليه. ده اللي فهم بولس وفهمهن وقال لنا اكثر مرة اشكره في كل شيء وفي كل حين. فلان سليمان شاعر انه هو محتاج قوي لنعمة إلهية أو حكمة ومعرفة عشان يعرف يحكم، يعني عشان يبقى الحكم صادر من عطية الله للشعب. إيمان فلك ولعت كيف تاني، لأن الحكم صادر من الله للشعب، ما يبقاش إنه من نفسه، لأنه عارف إن نفسه ما يقدرش يحكم. من أجل أن هذا كان في قلبك، ولم تسأل غنى ولا أموال ولا كرامة ولا أنفس مبغضيك، ولا سألت أياما كثيرة. طيب إيه الغلط لو سأل غنى؟ هو أنا كان غني جدا لكن لو سأل غنى، وإيه الغلط أن الإنسان يطلب أموال؟ هو طب غلط ليه؟ مجازي صح. لكن ربنا قال ولم تسأل، يبقى الحاجات دي ربنا كان عايزها تسأل ولا ما تسألش لو سألك غلطان. ولم تسأل غنى ولا أموالا ولا كرامة ولا أنفس مبغضيك. طب ما مبغضي سليمان هو مبغضيك أنت يا رب؟ لا، دي مش مضمون ممكن يطلع العكس. وفعلا حصل العكس، ان الراجل النبي لما راح لواحد قال له اقسم المملكه، سليمان طالب يقتل الراجل ده اللي هو ربنا اختاره، وبعدين طلع بايظ برضه يا ربعام نبط. فكان عايز يقتل اللي ربنا اختاره يملك، بدل ياخد 10 اصباط من سليمان يعني في ايام ابنه. الطلبات دي عيبها بتوري الانسان انه نفسه يعيش كتير على الارض، يشتهي يعيش كتير هنا، قلبه عايز الخيرات الكثيرة عشان يطمن. يا نفسي لك خيرات كثيرة
موضوعة لسنين عديدة. فكلي واشربي وافرحي. ده غبي. الرب قال له يا غبي، في هذه الليلة تطلب منك. ولا أنفس مبغضيك. هو أنت متخيل يا إنسان، يا إنسان يا تراب، سليمان تراب ولا مش تراب؟ كله تراب، داود تراب، كل البشر تراب ما عدا المسيح بس. إبراهيم تراب، كله تراب، بولس تراب، بطرس تراب، وضع الناس أن يموتوا مرة، كله تراب. فليه أنت مقلّه نفسك كده؟ ويا نفسي، يا نفسي، ليه؟ أنت ما سألتش كده مع أنك ابن ملك وعارف إيه ممكن تاخد مني، ثروة كبيرة وديك إيه وتبقى أعظم وعظيم في العالم. لا مش هديك ده، ما لا قصدي أنك أنت ما طلبتش كده، أنا هديك ده. ولم تسأل غنى ولا أموال ولا كرامة ولا أنفس مبغضيك ولا سألت أياما كثيرة. طب دي الطلبة دي بيطلبوها الناس كل يوم. في أي جنازة لما واحد يموت الناس بتقول التانيين إيه؟ يعني طول ربنا طول عمرك. طبعا هي خرافة، يعني إيه بيتي يا عمي؟ ده يوم وخلص. ايه اللي في حياتك دي؟ تعيش لينا يا اخ، تعيش لينا، كتر خير مع كلام حلو مش وحش، لكن هو ما طلبش نفسه. ولا سألت اياما كثيرة، بل انما سألت لنفسك حكمة ومعرفة. دي علشان ايه الحكمة والمعرفة؟ عشان تقدر تأدي رسالتك اللي ربنا كلفك بيها. بالنسبة لنا احنا نطلب يبقى يهب الله الروح للذين يطلبون، عشان نكمل خدمتنا، عشان نعرف نتصرف فيها الحكمة، فيها المعرفة. لكن سليمان ما قدرش يقول له روح قرص، لسه روح قرص لم يعطى بعد، لأن يسوع لم يمجد بعد. فإحنا لازم نعرف بنطلب إيه. يا رب املاني بروحك، يا رب قدني بروحك، يا رب سيطر عليا من الحاجات العجيبة اللي بتطلع دي كل شوية. نطلع نسمع عن واحد ممتاز وطلع له حاجة كده زي سليمان ده، كان بيقدم على مرتفعات، مرتفعاتي ما غلط، وصية تقول لا، زي خيمة الاجتماع ما حدش يروح لها، هو ايه ده؟ فأي طريق التقديس والتشبه بالله لا نهاية له، لأن الله فين وإحنا فين. فملء الروح القدس يساعدنا ان احنا بكل حكمة وفهم نقدم الرسالة الى الاخرين بكل وداعة المسيح، حتى الرسالة تنجح واحنا مكافئتنا فوق مش هنا. في كلمة مشهورة في الفضائيات يقول لك ياخد حقك. المسيح قال حقي عند الهي، ماليش حق في الدنيا، حق في الدنيا وانا عايز املك على مصر مثلا؟ لا، انا عايز اجيب مصر السماء، مش حقي ان انا املك. المسيح ما يملكش على الارض، قال ملكوتي ليس من هذا العالم، قال بيلاطس كده ملكوتي من فوق. فهنا بيقول له ولا سألت اياما كثيرة، بل انما سألت لنفسك حكمة ومعرفة تحكم بهم على شعبي الذي ملكتك اليه. قد اعطيتك، دي هنختم بيها الآية دي، بس عايزكم تقولوا لي ايه اللي ذكر وربنا ما ادهلوش. قد اعطيتك حكمة ومعرفة، ده اللي انت طلبته، واعطيك، ده اللي انت ما طلبتوش بقى، ده زيادة، غنى واموالا وكرامة لم يكن مثلها للملوك الذين قبلك ولا يكون مثلها لمن بعدك. ده لكل حاجة ناقص حاجة. ليه؟ نعم. انفس مبغضيك واياما كثيرة. انفس مبغضيك، انت مالك بالانفس بتاعتنا؟ انا خلقت المبغضين دول عشان ينقوك، يربوك، يعلموك، يضايقوك، انت مالك انت تطلب حاجة؟ هو سليمان ما طلبهاش، بس ناس كتير بتطلبها. يا ما ربنا بيسمع، يا رب موت فلان فلان، يا رب
اموته قبل عمره ليه؟ ما بيستجيبش ربنا للكلام الفارغ ده. فبيقول انت ما طلبتش كلام فارغ، فعلا ما طلبش كلام فارغ. لكن الايام الكتيره الايام محدده قبل تاسيس العالم، عمر كل واحد بيدك اجالي اعملها ايه يعني؟ ده واحد من احفادك يا سليمان قاعد يعيط يعيط للحزقيه دي، حبيت ادي درس بس. ولما زادت ايامه 15 سنه سبيت اورشليم، وابنه ده قتل ملا اورشليم بالدم، وكان سبب خراب للهيكل على اورشليم، بس ربنا حول الخراب ده لراحه. فالحقيقه يعني نهايه الموضوع بالقصه دي كلها على بعضها، من ذا الذي يقول فيكون الرب لم يأمر؟ قبول كل ما يعطينا الرب إياه، قبوله بفرح، قبوله بشكر، قبوله بتسليم، قبوله بعز، قبوله وإحنا نشكر جدا، خصوصا لما يكون ضيق شديد جدا، لأنه الناس كلها بتشكر على إيه؟ على الخير. لكن مين بيشكر على الشر؟ ما فيش غير المؤمنين. اشكروا في كل شيء، ولإلهنا كل المجد الأبد آمين. نختم بترنيمة رقم كام؟